بياخد بسرعه المدرب غسان سركيس ومن بعدها رودريج عائل بما انه عامل المخرج معي شويه وقت. كوتش يعني اليوم فرجيته صوره مختلفه كليا عن اللي ظهرت بالمباراه الاولى، قدمتوا مباراه كبيره وكنتوا قريبين تقدروا ترجعوا حتى بالثواني الاخيره تعلبوا الامور لصالحكم، شو صار معكم؟ هاي عندك شيء بدك تخبره؟ هيك مبين. في عندي شيء بس ما بدي خبره. اول شيء بدي لهم مبروك، ربحوا، فريق الحكمه فريق مميز كثير منيح. سبيشال كونجراتس لرود، عن جد هي واز اوتستاندينج، مش بس هلا كل السيزون. ف يعني عن جد بدق له على الخشب، الله يخليه بصحته. هيز دوينج وندرفول، هيز ليدينج ذا تيم بكل معنى الكلمه. انا في فمي ما مش رح احكي، بس اي ثينك ثالث كورتر بيحكي عن حاله. بس برجع بقول لك فريق الحكمة فريق كبير. ما كنت راضي عليك، كنت شفناك على الطاولة حكيت عم تقرب عن احكي نحن ما اشياء ما كنت راضي عليهم، بس بالنهاية انتبه الرياضة شقفة، يعني ايام واحد بياخذ جول بايده مثل مارادونا تمرق، فهيدي اتس بارت اوف لايف، اتس بارت اوف شو اسمه. نحن بس نخسر بنخسر جريشسلي، بنخسر باخلاق، عرفت؟ بنعترف انه فريق الحكمة فريق كثير قوي، فريق صعب وعنيد، عم يلعب باسكت بول كثير حلو. نحن اليوم قدمنا عرض مغاير، ان انا كنت بتمنى بس يكون عندي 2 بوينت جاز لاقدر شغلهم اكثر شوي لحتى نريح بعضنا ندفي، بس كتر خير الله انه كمان كارل رجع من اصابه عمل مباراه كبيره، بعدنا عم باخذ شوي ريسك، لازم بعد كان بيمر له شيء جمعه، بس انه وي نيد ذم ناو، عرفت؟ برجع بقول لك انه جيم 3 يعني انتم هلا 0-2، قد ايه صعب عليكم؟ كل جيم جيم وراح نقاتل بسنيننا لاخر لحظه، وي ويل نيفر جيف اب. يعني نحن اول شيء بنحترم الباسكت، ثاني شيء بنحترم خصمنا، ثاني شيء بنحترم جمهورنا، بنحترم نادينا، بنحترم صحيح بنحترم اللعبه ككل. ف وي ويل كيب فايتنج لحتى على القليل اللي عم يحضر جيم يقول والله الفريقين قدموا لنا عرض تمتعنا فيه. بالنهايه هدول ابطال رياضيين من لبنان، لبنان كله فخور فيهم. حلو كثير هالاصرار، بده يطلع خسران بس ديفنتلي وي ويل بي ذير نهار الاحد، وي جوينج تو فايت. بس ان شاء الله جاي وفادي كمان، يعني لانه شوي وضعهم بالاصابه شوي خطير، ما بدي اطول عليك لانه رودريج بيستاهل يحكي اكثر مني. لا ولا يهمك كوتش، ثانك يو كوتش.